ثلاث خطوات تخليك تبطل العادة السيئة. أول حاجة تطلب الدعم من ربنا سبحانه وتعالى، اطلب الشجاعة، اطلب الصبر، اطلب كل حاجة ربنا يديها لك عشان تقدر تبطل العادة دي. رقم 2، تخيل نفسك وتستعد عقليا ان انت تبطل العادة دي، ودي بان انك تتخيل حياتك لما تخلص من العادة عاملة ازاي، وانك تستمر فيها بتبقى عاملة ازاي. رقم 3، بقى تحمد ربنا وتمتن على كل لحظة بسيطة انت بتبطل فيها الشيء ده، وبس كده فعليا. شغل المكيف على انهي درجة وبس كده. سلام.